حدثنا الصلت بن محمد حدثنا ابو اسامه عن ادريس عن طلحه بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موالي قال ورثه والذين عاقدت ايمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينه ورث المهاجر الانصاري دون ذوي رحمه للاخوه التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عاقدت ايمانكم الا النصر والرفاده والنصيحه وقد ذهب الميراث ويوصى له